السيد من البارح هو غابر، فهمتي؟ هو عمى مسكين بصير ما كيشوفش وغابر. امه جات عندنا قبيله قالت لنا ولدي راه ما بايتش في الدار، هو راه ساد عليه الفوق ما عرف خباراش. قالت لنا عينا ما نعيطوا في التليفونات، طافي التليفون كاع كنعيطوا طافي التليفون. حتى جات قبيله بنت اختو اللي طلعات وجي نقولوا لها شوف فرقعي الباب، فرقعي الباب راه السيد يقدر يكون تما ساد عليه. وعيطات البنت وتقول لها واش ولدك مشى عندك؟ قالت لها لا ما جاش عندي. وتقول لها راه واقيلا كاين في الدار حيت هو مريض. صافي ويقول لها ولد، نقول لها انا غادي نجي انا واختي وخويا. هي فين جا وكنسمعوا واش كيفرقعوا الباب، الطاق 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 الجاج، ويقول له فرقع الباب باش يتاكد واش كاين ولا ما كاينش، شد عليه من الداخل. ومنين حلوا فرقعوا الباب دخل لقى ناعس، سمعتو قال لهم راه مقلاصي ميت. يعني من البارح، يعني شي 24 ساعه تقريبا. ما بانش هو من البارح لليوم ما بانش.